وعن عبد الله بن حوالة أنه قال: يا رسول الله، اكتب لي بلدا أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لم أخطر على قربك. يعني أين تنصحني بعد موتك يا رسول الله؟ فقال: عليك بالشام، عليك بالشام. فإذا أرشده إلى ماذا؟ إلى الشام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما: إني رأيت الملائكة في المنام أخذوا عمود الكتاب. إذن هذا الرؤية في المنام، هناك الرؤية لم تكن في المنام، ربما هناك تعدد أو يحمل المطلق على المقيد، ولكن بما أنه لا يوجد تعارض فيمكن أن يكون هناك تعدد. أخذوا عمود الكتاب فعمدوا به إلى الشام، فإذا وقعت الفتن فإن الإيمان بالشام، الإيمان بالشام. وقال صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت تحشر الناس. قلنا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالشام، عليكم بالشام. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ فقال: ها هنا. وأومأ بيده نحو الشام، قال: إنكم محشورون رجالا. ما معنى رجالا؟ على الأقدام، مش رجالا يعني ضد النساء، رجالا وركبانا، وركبانا أي راكبين، ومجرون على وجوهكم. منظر مرعب، ناس قائم، ناس راكب، ناس يجر على وجهه. هذا أين؟ في الشام.